بالنسبة للعلف الذي يقدم للطيور قبل أن يتم تقديمه لمربي دجاج اللحم يمر في عدة مراحل لكي نحصل على منتج العلف المحبب. بداية تتم عملية استلام المواد الخام العلفي مثل الذرة والصويا والكسبة وزيت الصويا. نقوم بأخذ عينات أصولا من الشحنات والسيارات وتتعرض لعدة اختبارات في المختبر. بداية عملية التصنيع يتم جرش المواد للحصول على جزيئات صغيرة منها، ومن ثم بعد عملية الجرش يتم جمع مكونات الخلطة العلفية بعد تركيبها وبرمجتها على اللوحة الإلكتروني. يتم تجميعها ضمن الخلاط ويتم خلط المكونات مع بعضها البعض. بعد عملية الخلط ينتقل العلف إلى مرحلة هامة من عملية التصنيع ألا وهي مرحلة التعرض للبخار والطبخ. ثم بعد عملية الطبخ تأتي عملية الكبس من خلال مرور مكونات العلف ضمن الداي للحصول على الشكل الحبيبي للعلف. بعد عملية التبريد ينتقل العلف إلى مرحلة الغربلة ليتم غربلة العلف لاستبعاد العلف الناعم، ومن ثم في المرحلة النهائية يتم تعبئة وتغليف العلف ضمن أكياس ووضع البطاقة التي تدل أو تعرف بالمنتج.